مشاهدينا الكرام، من جديد أهلا بكم في برنامج مراسلنا. بداية نذهب إلى منطقة أميدي وبالتحديد في بريغارا القابعة في قلب منطقة أميدي، حيث يتم إعداد أنواع معينة من مشتقات الحليب كالجميد والجبن والبيزا أو الجاجي وأنواع أخرى ربما لن تجدها في مكان آخر. وهذه المأكولات التي تختص بأيام الشتاء القارس لديها تاريخ طويل ضمن وجبات الثوار أيام النضال. فتحي إيفاري معه التفاصيل. بعيدا عن المدينة وفي عمق هذه القرية، قرية باوركي في منطقة بريغارا، خرجنا نبحث عن أسرار ما ينتج هنا من مشتقات الحليب، وبالأخص أنواع معينة كالجب والجميد والبيزة أو الجاجي الذي يعد هنا كأحدى الأكلات الشتوية المميزة والذي ارتبط اسمها بهذه المنطقة حصرا. هناك أكلة مرتبطة بمنطقة بريغارا وهي إنتاج حيواني، احنا بالكردي نسميها سرجاجك أو كشكرين، وباللغة العربية جميد. فالجميد بالدهن الحار، هذه المنطقة مشهورة بها وهي موطنها الأصلي. كل يوم يجد شعبان أنواعا مختلفة من مشتقات الحليب داخل وجبة غذائه. على خطوات هذا الرجل خرجنا إلى قلب هذه البساتين التي تقع خارج القرية، لأن اليوم كان الموعد المحدد لإخراج نوع من مشتقات الحليب. لأن المنطقة كما هو معلوم منطقة باردة والثلوج وتساقطها بالأمتار، فهذه الأكلة مع الدهن تعطي سعرات حرارية إضافة إلى النكهة والفيتامينات والطاقات الأخرى يعني بالمنتوج الحيواني بصورة عامة. هذا النوع اللذيذ جدا يحتوي على البيزة أو الجاجي أو ما يسمى هنا بالجاجي، مضاف إليها ثمار البصل أو أوراقها، ويتم إعدادها وتجهيزها في بداية الخريف لتصبح جاهزة في أيام الشتاء القارس. هي تجف وتخزن وتحفظ في أماكن مختلفة حسب نوعيات هذه الأكلات. من حكايات التندر والطرف إن الناس هنا وفي أيام الثورة كانوا يشبهون تحببا ما ينتج من الحليب بالجواسيس التي تلاحق الثوار أينما حلوا، فقد كانت أكلة لا تفارق رغيف خبزهم أبدا. فتحي باري، زاغروس تي في، منطقة بريغارا، قضاء أميدي. أقيم في مدينة سليمانية معرض تراثي فلكلوري يعبر عن تاريخ المنطقة عبر لوحات فنية وأعمال يدوية فلكلورية. وفي كردستان تكون مثل هذه الأعمال عامل جذب مهم للسياح لما تمتاز به من جمال وأشكال ساحرة للقلوب. مراسلنا شيار محمد كان في المعرض التراثي ونقل لنا هذا التقرير. بالنسبة لعملي هو عمل التوربانات والأعمال اليدوية بصورة عامة، أنا أشتغل هذه التوربانات حتى أوفر للبنات المحجبات أو بصورة عامة البنات بصورة عامة، لأنه مو بس للمحجبات التوربانات، للسافرات أيضا يلبسوا. حاولت أعالج به المشاكل اللي يعانون منها المحجبات، أنه بالنسبة للقماش نوعية القماش وبالنسبة للأحجام والألوان
بالنسبة لأعمالي الأخرى أيضا أسوي الرسم على الزجاج الإكسسوارات، بس بصورة أكثر مركزة على التوربانات لأنه أشوف إقبال الناس عليها أكثر، إقبال البنات هواية أكثر عليها. بالنسبة لمشاركتي في المعرض والمعرض بصورة عامة، نقل للثقافة والحضارة الكردية والتراث العراقي بصورة عامة. احنا اليوم شاركنا بهذا الملتقى للسياحة، هو هذا أنا صراحة خامس معرض أشترك به بالسليمانية، هو معرض يعني لدعم المواهب اللي موجودة هنا، شيء كلش حلو لأنه يساعد على دعم المواهب الشبابية اللي موجودة هنا، إضافة أنه يساعد السياحة يعني يزيد السياحة هنا، يعني الناس اللي تجي هذه الأشياء تخلي الناس يعني حلو إنه يجون يشوفون شنو موجود، الأشياء اللي إحنا يعني نعرضها. هناك مقومات كثيرة يجب أن تعتمد عليها أقليم كردستان فيما عدا المسائل السياسية، سوف تكون أكثر سهولة وسلاسة للوصول إلى عقل وقلب المواطن. من هذه المسائل هي السياحة. السياحة مرتبطة بالكثير من الأمور الحياتية للإنسان بشكل عام، وهناك مقومات سياحية كبيرة وقوية جدا في أقليم كردستان، وهناك جيل جديد لم يطلع بعد على ما موجود في أقليم كردستان. إذن عن طريق السياحة وعن طريق التسهيلات المقدمة من قبل الجهات السياحية سنستطيع أن نستقبل أكبر عدد ممكن من المواطنين إذا كان في داخل العراق أو في خارج العراق. الفولكلور الكردستاني دائما موجود، اكيد يعني لي كشخصيه كرديه، واحنا يعني نبتكر به اذا كان شغل يدوي او نشتري من الاسواق، فدائما اللباس الكردي موجود وهو تاريخ الكرد، يعبر عن الاكراد وموجود دائما في كل مكان. كم الالوان الدارجه السنه بالنسبه للباس الكردي؟ كل الالوان يعني ما تتصور، كل الالوان جميله باللباس الكردي. مع قدوم فصل الربيع تصبح الأشغال والأعمال اليدوية مقصدا للسياح، سيما لما تتميز به تلك الأعمال من نكهة فلكلورية وتراثية. لبرنامج مراسلون شيار محمد، السليمانية. في بغداد أسلوب جديد في كسب الزبائن، وهو التحدي في تناول وجبة برجر مقابل وجبة إضافية مجانية أو مبلغ من المال في حال إكمال الوجبة في وقت زمني محدد. هذه الطريقة استخدمها صاحب مطعم في العاصمة بغداد لكسب الزبائن وإظهار مصداقية ما ينتجه المطعم من مأكولات سريعة، ولاقى هذا التحدي قبولا كبيرا ومشاركة من الشباب والعوائل وحتى الفتيات. مراسلتنا ندى المرسومي شاركت في هذا التحدي وبعثت لنا بهذا التقرير. أسلوب جديد لكسب الزبائن في تناول الوجبات السريعة من قبل أحد مطاعم العاصمة بغداد، وهو التحدي لإكمال وجبة غذائية معدة خصيصاً لهذه المنافسة مقابل وجبة إضافية مجانية تقدم للفائز أو مبلغ محدد من المال. أول ما بجينا شاتية بس اللي هي جاينت برجر، البرجراء العملاقة يعني، كان ما أكل مني الأصغر منها وما أكل لي الأكبر، فسعرها 15,000 دينار، فمن نشرنا عليها اشتغلت تعليقات انه الدعوه غاليه 15,000 الى اخره، فقلنا لهم يابا انه هاي البرقرايه بحجم عائلي يعني تكفي عائله رجل امراه وياهم اطفال 2 او 3 يقدرون يتعشون،
وبالنسبه للوضع الحالي فشغله 15 دينار فالشغله مناسبه انه واحد يطلع زوجته اطفاله وياكلون اكله طيبه لذيذه ويشبعون وغالبا ما يزيد من عندها يعني ياخذون باقي السفر وياها. جت تعليقات لا ماكو شيء ماكو فالسندويش يكفي عائله كامله. فبدت الفكره يا بنت اللي يقول ماكو هاي مو مال عائله وانا اقدر اكملها مع شخص واحد خلي يجي يروينه. 2000 نهايه 2016 بدايه 2017 بدات التحديات انه اللي يكمل الوجبه فور فري. لكن طوال سنه 2017 ما فاز عندنا موال غير شخصين فقط. هذا اشتغلت تعليقات قالت انه اكو اتفاق او ما اتفاق ليسوون دعايه المطعم. من بعدها صار القرار انه نحول بالفيسبوك بدل الفيديوهات يعني السيدات فوتين 2016 2017 تلقين تحديات مسجله فيديو مع موسيقى مع تعليقات وتنزل شيء مختصر. حولنا على البث المباشر. سوالهم وحده صغيرونه مع بنجر صغير وعلبتين راح تبقون وياله ونشوف ايها معسوله راح يكملون لو ما يكملون. نص 2017 سوينا الجائزه انه يعني الوجبه فور فري واضافه برزنت هديه وحده اضافيه سفري ما حد فاز. قاموا يابا بدل ما تعطون اثنين تعطوهم يابا جائزه. قلت لهم اوكي هي سعر الوجبه 25000 دينار حنعطيهم 50000 دينار وجبه هديه اللي يكملها. بس حتى ندخل مبدا الحرام انه سعر الوجبه يدفع حتى ندخل مبدا الرهان من الرهان والقمار لان تعرفين العراقي فالشعب متحفظ ومتحسس من هالشغلات يعني. فدخلنا بها انه مبدا انه الوجبه تدفع ربح او خساره تكمل تاخذ جائزه اذا ما كملت تدافع اكلك وطالع كل شيء ما خسران بس من تكمل راح تربح جائزه. ما حد كمل اصعدنا الى ال $100 هديه. بدأوا يجون الشباب اللي ياكلون يعني حقيقه حددنا سوينا انه من السبت الاربعاء رجال الشباب وخم يوم الخميس والجمعه لانه كونه عطله والعوائل تطلع حيكون للانسات للسيدات وللعوائل. رجعوا قالوا يا ابا مو هم مشكله ما سوينا شيء راح نرجع تصوير وما تصوير الى اخره. فسوينا تصوير بالنسبه للبنات وللعوائل اختياري عكس الشباب انه التصوير اجباري. التصوير الاجباري مو كدعايه المحل معروف وانا اقدر اسوي سبونسر بالفيس واعلن عن اي ماده اسوقها او باليوتيوب. لكن البث للمصداقيه حتى نثبت للعالم انه هاي برجر عائلي. خلي افاجئ بعد مفاجاه اكثر. عندي بنات وصلوا بالتحديات اكثر مما وصلوا الولد. عندنا بنيه يعني احنا عندنا بس اثنين نزلوا على تحدي المليون وما كملوا قطعه واحده. عندنا بنيه جت تتحدث بس تحفظت حتى تصل ما قبلت. كملت الفينجر المعونين كملت اللترين كوكا وبلشت باول قطعه كملتها وكلت قطعه من الثانيه من السبت يعني لو نازل على جائزه $100 تاخذها بكل سهوله. ونشوف حسين من العامريه راح يكملها ويشلع والشايب لو ابو الشايب يرجع للدخل. هذه المسابقه لاقت الترحيب الكبير من قبل الشباب لتصل روح المنافسه للفتيات والعوائل وحتى الاطفال رغم توقع الخساره. فالأجواء المليئة بالطرفة ومداعبة المتسابقين كانت أجمل من كسب المال مقابل الفوز. متعة التحدي تكمن في الإصرار على نيل ما تبغيه أن يتحقق، ولكن إن فكرت أن تدخل في منافسة كهذا عليك أن تتحلى بقبول الخسارة، فلا يغريك شكل هذا القرص الصغير من البيتزا لأن المظاهر غالباً ما تكون خداعة تفوق التوقعات، لذلك انظروا لقلوبهم لا لمظهرهم. لبرنامج مراسلونا ندى المرسومي، زاكروس تي في. وأخيراً نتوقف في دهوك حيث موهبة شاب برع في العزف على الكتار فمزج بين الموسيقى الشرقية والغربية بشكل مبدع ليقوم بتعليم ذلك لأقرانه من الشباب في المدينة. التفاصيل مع غسان خضر. في زحمة الحياة وضجيجها يسير أراز على خلاف السائد لرسم خط موسيقي مميز بين نماذج متعددة. يختار أسلوبه بعناية ليمزج روح الشرق بموسيقى الجيتار عبر تناغم هارموني مميز. ثلاث
تأثرت الموسيقى كغيرها من المجالات بالانفتاح العالمي، وليس أراز إلا واحداً من نتاجات ذلك التأثر الذي أفرز امتزاجاً شرقياً غربياً. هذا جعل معاهد تسعى إلى إتمام التجربة عن طريق استضافة موسيقيين غربيين في هذا المضمار للاطلاع على تجاربهم. يقدم دروسا في الجيتار في هذا المعهد لنقل هذه التجربة رغم حداثتها. جيتار أميركي كيفنا روستي بل بيدا بناويل. الجيتار آلة موسيقية قديمة. الأغاني القديمة لم تكن تستخدم فيها هذه الآلة. قبل عدة سنوات ربما لو طرحت هذا السؤال على أي شخص من الشارع وقلت له ما هو الجيتار، ربما حتى لن يعرف بأنها آلة موسيقية. الآن شيئا فشيئا بدأت هذه الموسيقى تشق طريقها إلى الموسيقى ونقوم بمزجها ببعض الأغاني الكردية. أراز هو واحد من مجموعة شباب بات لهم صيتهم محلياً في الذوق الموسيقي. ألف 3 مقطوعات موسيقية نقلها إلى الجمهور في محافل محلية. هنا في هذا المعهد يعزف أراز بكثير من الإحساس أمام قليل من الجمهور. من باجداريا كريد قال سترون بيجات كونسيرتت لايف داك. نشارك في بعض المهرجانات البسيطة هنا داخليا، وأيضا شاركنا في بعض المهرجانات في أربيل، بالإضافة إلى مشاركتنا في بعض الأمسيات الموسيقية. شيئا فشيئا بدأت الناس تتعرف على الجيتار وتحبه أكثر. لبرنامج مراسلونا غسان خضر زاكروس تي في ذا هوك. مشاهدينا الكرام، بهذا التقرير وصلنا لنهاية حلقتنا من برنامج مراسلونا لهذا الأسبوع. هذه تحية من كادر مراسلونا ومني أنا نوفين مري. ألقاكم على خير.